لن تعيش هذا اليوم ثانية. لا تدعه يمر بحزن. كن سعيدا وستغير كل شيء حولك. كن سعيدا وستغير كل شيء حولك. صباح الخير، لابسه لكم الالوان الزاهيه حيت غادي نقرا وبغيت زعما نموتي بكم حتى في الالوان. الحاجه اللي لقيت راسي باغا نقراها وباغا تكون عاده ليا، زايده على الصلاه، زايده على الفيق بكري، زايده على الماكله شويه مزيانه، بزاف د الحوايج، هي نقرا لونغلي كل نهار. شي وحدين كنبان ليهم شي مرات كنقرا واخا ما كتكونش الوقيته ديال القرايه، باغ اكزومبل الصيف وداكشي. بغيت نقول لكم القرايه ماشي هي المدرسه، هذا الشيء خاصنا نتفاهموا عليه. المدرسه حاجه والقرايه حاجه، ماشي اي واحد كيقرا في المدرسه اللي كيقرا وماشي اللي جالس في الدار ما خصوش يقرا. دونك واخا نتوما جالسين في الدار تقدروا تقراو. اللي بغيت نقول لكم حنا عارفين شنو كيبقى في الدنيا وعارفين بلي في ما في يدينا ما نديرو من غير اننا ندعيو معاهم، من غير اننا نبارطاجي ولا كان شي حاجه خاصها تبارطاجا. ولكن كيبقى مثلا نتوما عندكم العطله 3 سيمانه خصكم تستغلوها، واخا يطرى اللي يطرى حيت عندكم امتحانات ديالكم، حيت الامتحانات والقرايه راه كتبقى غاده كتستمر. بعدو ما امكن من التليفون حاولوا انكم شويه تخويو دماغكم، حيت الا بعتو منه غتلقاو راسكم شويه داك كونيكتيتو على داك الاخبار، غتحسوا باللي راه الانرجي ديالكم ما كتستهلكش. انا كنقول هادشي وحاسه بكم، حيت انا فاش كنشد التليفون وكنبدا نشوف داكشي راه فريمون كتولي حالتي حاله، كيكون قلبي كيضرني. المهم حنا راه كاملين انسان ما عدا اللي ما كيحش. عقلت على هذا كان وصلني في الفلوب اللي درت لكم فيه سيمانه كامله، وقلت لكم ما غنوريش لكم حتى يوصلني الاخر، حيت الكومونت تقسمت لي على جوج، ولكن دابا قلت جا الوقت مناسب حيت محتاجه شي لعيبات هنا. غنوريكم شنو كاين هنا او ميم طون، راه هادو من الطرق اللي كيخليوني نتموتيفا باش نقرا في جو زوين، حيت القرايه شي مرات كنشوف ناس كيقراو بطريقه ديال بزز، فهمتوا؟ بحال القرايه بحال شي واحد حاط عليهم شي سلاح في راسهم وما حاملينش القرايه، وكيقول لك واه على قبل الوالدين وعلى قبل، كتقرا على قبل راسك ولا كتقرا على قبل راسك؟ حيت القرايه غتنفعك، ما نفعاتكش في الخدمه حتى حاجه، ما كدوز على الراس وكتضيع هكا. الا ما نفعاتكش ما غتضركش. الا كان عندكم شي زهر كيهرس الحجر غتوصلني البوكس الثانيه اليوم. شوفوا راه من الجناب عدات عليا زايو خمشاته جالسه حدايا دابا. شوفوا خسرت دابا هذا كيبقى خدام، ولكن هذه خرجتها نورمالمون ما بغاش ترجع تدخل ليا. واش ما كدارش هكا ما عرفتش. لا والو، هذه غير زايه فاش كتوصلني شي حاجه. نسيت ما وريتكمش اهم حاجه اللي كنتحرق ليها باش نحطها في البيرو، هادي دابا انا راه ماشي ما جبدتوش، راه انا وهين ضربنا معاه تعرفناك، انا عنيفه والله. هادو كاينين في الالوان بزاف، اللي كنختاريت انا هاد اللون هذا جو بونس داير شي 400 وشي حاجه درهم مغربيه. باي ذا واي البنات اللي باغين ياخذوا من جورنال سي غادي نخلي لكم كود برومو، الاغلبيه غتفهموها من سميات جورنال سي، كيبيعوا داكشي ديال الجورنالين، عندهم اغلبيه داكشي فينتاج، ولكن انا حاولت ننوع باش تشوفوا شنو كيديروا. باي ذا واي خديت هذيك العيبه اللي كيطبعوا بها، كيسدوا بها الرسائل القدام ولا فاش كيكونوا كيديروا ديك سكراب بوكين جو بونس سميت. المهم خديت على شكل فراشه، عفوا فرحت باش لقيت فراشه، ولكن باقي ما وصلنيش الشمع، باقي ما وصلنيش واحد اللامب كتحط في البيرو، باقي ما وصلنيش واحد الطخوس ديال امين، شي لعيبات ديال امين خديتهم على قبل القرايه. تحت كل فيديو كنخلي لكم معلومات، تما غتلقاو واحد اللين وركوا عليه باش يدخلكم نيشان السيت، خذوا داكشي اللي بغيتوا عاد ديروا الكود كيف ما وريتكم في الفيديو اللي كندرت لكم ديال ستيشن ريبول. غير هذا وما كتخلصوش لا ليفغيزون في السيت، كيطلع لكم فابور، مي انا راه خلصت زعما فاش وصلت جو بون شي 50 درهم هكاك. بالنسبه للمده حيت هادو هما الاسئله اللي كيتعاودوا، المده وصلتني في شي كدا و 20 يوم وقيله، المهم الصراحه شويه كتعطل. هذا بلوتوث خديته على قبل الايباد، عاد في داك الفلوغ راه تشوفونا كنا كنضحكوا، كان كيسحب لينا انا وهند بلي ما كيخدمش. شو ليتوش ديالو عرفتوا، خصكم تقيسوا باش تفهموها. اي جاد كيعجبني الصوت، ماشي بحال الصوت ديال الكلافي الاخر، هذا كلافي ماشي بحال الاخرين. ديجا هاد لاماك معروف الا طابيتوها في يوتيوب، انا وهند قلبنا عليها باش نعرفوا كيفاش كيخدم. نشوف هادي باش كتسد. غنرجع نقول لكم يكفي انه بلاصتكم اللي كتقراو فيها تكون نقيه، زعما ماشي ضروري يكون عندكم بيتكم، ماشي ضروري يكون عندكم بيرو ديالكم،
يكفي انه تكونوا كتقراو بواحد الانرجي زوينه، تكونوا كتقراو بلاصه اللي فيها ريحه زوينه، تقضوا قهوه كتعجبكم، شي ماكله كتعجبكم، اي حاجه اللي تخليكم انكم تقراو. ماشي ضروري تشوفوا هادشي كتير زعما وكثرت السيلوات وكثرت الالوان، مزيان داكشي كيشجع الا كان بامكانكم، ولكن انا عارفه باللي عندي ناس مختلفين، فهمتوا؟ ماشي كل واحد يقدر يشري واحد الحاجه معينه. الطريقه باش كيخدم كنبقى موركه على اف ان في الاول، من بعد كنزيد نورك على سي، وكنبقى في دقه واحده موركه عليهم. كتشعل بواحد البوطون هنا حمراء، وهنا كنخدم بلوتوث، ها هو كيطلع السميه ديالو. شمشة زوينة، يلا وصلتني حيتاش كنصور بكري. يلا دابا بيتي بدا كيضوي شويه. لاحظت بلي لي كيسون بزاف كيكونوا على لا لونغ وسورتو لونغلي. انا بارطاجي معكم جوج ديال لي زابليكاسيون، هادي كي كدير كاين في الاندرويد وكاين في كلشي، فهمت؟ وما ما تقولوش حق راه كاينه في ايفون. باش كيعجبني هاد لابليكاسيون زوينه، وكاين فيها مثلا هكا درجات، نتوما غاديين كطلعوا في النيفو والفيديوهات اللي كيطلعوا لكم كيكونوا غاديين طالعين، وانتوما كتختاروا اين نوع بغيتوهم. مثلا ندخلوا ديال الرسوم. اوكي I'll tell you why I'm mad. ما فاش كديروا شي لعبه كيعطيكم هكا نجيمات، تقدروا تشوفوا شي فيديو من شي فلوغ من شي وحده كتحطوا في انستغرام، من روسو، من اي حاجه، من شي مسلسل. هاد لابليكاسيون مني عقلت على راسي وانا كنخدم بها، ولكن دغنيغمون كنت حيدتها، دونك دابا يلا رجعت انستاليتها باش نخدم بها ونوريها لكم. وكاين ابليكاسيون اخرى نوريها لكم، ها هي هادي ديال كامبريدج ديكشنري. المهم كتدخلوا كيعطيكم كل نهار حرف، ها نتوما World of the day. وبهذه الطريقة تقدروا مثلا تتعلموا كلمات جداد وانتوما غير زعما غير ضاحكين، اللهم هذاك الكلمات البساط في النهار ولا والو، حيتاش يوميا يوميا كيتجمع داك الشيء. انا درت لكم مثال، مثلا هاو درت غير هاو فوشخ باش طلع ليا، طلع ليا مثلا هاو اباوت، كيقول لك مثلا use it to make a suggestion، بحال مثلا how about the cinema tonight. كتشرح لكم الكلمات اللي باغين وكتسمعوهم كيفاش كيتنطقوا، او ميم طون كتركبها لكم في جمله. والطريقه الصحيحه باش تعلموا شي لونغ انكم تعلموها في شي جمله وما تعلموش بالترجمه. ودابا سيدتي سادتي غنجلس انا نقرا شويه باش نوريكم داكشي بخاتيك. واحد الحاجه ما تحاولوش تعلموا لونغلي من البدايه بالجرامر، ديما تعلموها بالكلمات وسورتو سورتو بالجمل، وما تشوفوش الترجمه. حتى لو بغيتو تفرجوا فشي حاجه مثلا باش تعلموا لا لونغ، لا لاحظت واحد الحاجه في لابليكاسيون ديال كيك دايره انا نتعلم لونغلي فروم لونغلي، فهمتوا كيفاش؟ حيت هما يقدروا يعطيكم مثلا تعلموا لونغلي مع العربيه، تعلموا لونغلي بالفرونسي، الكوريه، الشينويه، اي لغه تلقاوها فيها. انا راه كاع لي ديتاي كنخليه لكم في لا فيديو، ولا كان شي ابليكاسيون كنكتبها ولا كنصورها كنلقاكم عاوتاني كتسولوا، هذا جهدي عليكم. المهم خديت هذا النوت بوك، هذا هو اللي غادي ندير فيه داكشي خاص بلونغلي. بغيت نقول لكم ضروري تكتبوا داكشي اللي تعلمتوا، الكتابه كتعاونكم انكم تعقلوا. لي زابليكاسيون كتقدروا ديروا فيهم ليست، مثلا هاد كيك وهاد كامبريدج ديكشنري تقدروا ديروا فيهم واحد ليست وتزيدوا فيها داكشي اللي نتوما تعلمتوا، ولكن داكشي ما كافيش، غير تنسى خصكم تكتبوا تعاودوا اشاك فوا، تبقاو تعاودوا الكلمات ديوش لا تصبراش ديالنا اشاك فوا، تبقاو تعاودوا الكلمات. مثلا اليوم تعلمت واحد 10 الكلمات، مي تبغوا تنعسوا ولا الصباح بكري، انا كنفضل الصباح بكري، تعاودوا دوك الكلمات وهي غايره. Really bad headaches at work. I'm also getting stressed out about that. Sounds fun. I'm game. Shotgun. Fabulous. Zippity dippity. Okay, let me guess. She dumped you. He has ناقصني شي واحد ما يمكنش. I just whipped up a picture of my famous piña coladas. No thanks. Booze is what slowed down Stephen King. هنا تلقاو الكامبريدج وورد ليست على حسب كل نيفو، وهنا كتقادو داك الوورد ليست ديالكم. ها هما لي زابليكاسيون مره اخرى. هي كيفاش مكتوبه. والان جاني الجوع، فاصل ونواصل. غادي نطيب ليا من ناكل باش ناكل نرتاح شويه، من بعد نصيب شي قهوه ونرجع نقرا هنا عاوتاني.
شضايح دا هاد الفات كنقول لك متى هي كتكتب ولكن ماشي هذا هو اللي كنت كنقلب عليه. واش السلطانه ولا واش نتوما هبلتو؟ يلا ودي صالح بلاتي شويه امي شنو كنت كديري تما باش الا كتب الله تمشي بيه مع البنات عند سيد المير طلعتي معاك معايا ليه وخطات لها شغلته سعديه وحكمنا عليكم باش غرموا السلسله من العوده ديالو. دابا غادي ندخل نتشاكي الميل ديالي قلت لكم غادي ناكل وغادي نرجع نصور ما جيت حتى اي بطيح حنين تاي ما رجعت حتى دابا قرب المغرب يود المهم غدا نكمل لكم ان شاء الله التصوير. دابا نجاوب على الميل ديالي وممكن نقرا شي حاجه سينو حتى الغدا ان شاء الله. سبحان الله العظيم وانا كنقرا لونغلي وهضرت لكم عليها يلاه دابا دخلت نتشيكي الميل لقيت واحد السيد مصيفط ليا كيقراو لونغلي والابليكاسيون المهم حتى من بعد نشوف. دابا ندير لك ما يبقاش فك الحاله الزين خصني نشري شي ماسك ديال المشاهير طلقي النظره سايكوباتيه باتمان ما عرفتش اش كندير هذا كيهرب ليا بغيت غنفهم. المهم بغيت شاد هكا باش ما ننساش حتى انا فيا الزهايمر. البارح يا سيادي جيت تكيت هكا قلت لكم ممكن نقرا شي حاجه فاذا بيا كتغاتي كنجمع مع سيري انا سيري دايره بصوت راجل غنقول لكم ها هي سيري اها كنبقى تنمر عليه ناري ما عنديش العقل. المهم بقيت مجمع معاه بلونغلي كان براتيكي لونغلي ديال الهنود ديالي ولكن والله تا بلان زعما الا بغيتو تبقاو ديروا هاد القضيه والله تا راه كتخليكم تكومونيكو حتى الا كان عندكم شي حشمه من شي حد وما كتقدروش تشد زعما تهضروا مع شي حد كتخافوا يضحك عليكم كاين سيري والمرايه ولا شات جي بي تي حتى هي. المهم البارح دخلت لكامبريدج ديال باش ندوز التيست اختاريت دوز سوق على جوج. المهم انا كتعجبني السي ديال كامبريدج ناضي والله كتدخلوا كتلقاو التيست ديال بيزنس انجليش ديال جنرال انجليش المهم ها هما كاين هادو ربعه نخلي لكم ليان تحت البايو الا بغيتو دوزوهم باش تشوفوا لونغلي ديالكم. زغب الصاي حاضر بقوه المهم ها نتوما هادو هما اللي قلت لكم راه ليان نخلي لكم تحت لا فيديو وتقدروا تكتبوا غير هاد الشيء اللي مكتوب في غوشيرش وطلع لكم. باي ذا واي انا فرحانه ومديوش هذيك النومه السيده باغا نجمع معكم البيت حيتاش ناري هذيك خصني نحيد عصبتني اصلا 2023 غتسالي مديوش عليا انا ديما هاكا غير صاني باكيج ما كنبقاش نضحك ديال جونال سي الثاني. البارح اصلا عرفتو غادي يوصلني هاد الميل دونك قلت خليت نصور لكم كلشي بدقه. اه البنات اللي قالوا لي بلي غنلقى داك الضواو ديال المرايه عند دروك راه ما لقيتهمش لقيت هادوك الليد اللي كيكونوا ما كيتلصقوش عرفتوهم دوك اللي فيهم الزراق والالوان. اه واحد الحاجه اخرى تعتقوني اختكم ما كتحملش الدوران كتحمل تمشي تشري شي حاجه فاس فاس انا هكاك ما عنديش الخاطر ما كنحملش نبقى نسول اسمينا ما كنحملش نبقى نتسنى ما كنحملش نبقى نجرب ما كنحملش نبقى ندور مولفه ناخذ غير من لي سيت ومن لي باج ولا من مرجان ومن لي سوبر مارشي اللي باينه فيهم حاجه محطوطه كنهزها صافي. دابا انا باغا ناخذ واحد الغونجمون نخلي لكم التصاور تشوفوا. دابا نورمالمون هما ديال الكوزميتيك يحطوا فيه البنات داكشي الكوزميتيك ولكن انا مبغيتش على قبل داكشي انا بغيتو باش ندير فيه لي بلوك نوت ديالي البلانرز ندير فيه ستيشنري ديالي حيت راه بيرو يعمر وفوق منه ولا شارجي وما بغيتوش يبقى شارجي فهمتوا. دونك البنات قولوا لي فين ابار مارجان انا راه مشيت برجلي وصورت لكم في الفلوغ ديال السيمانه كامله ديال 6 الصباح صورت لكم فاش كنت انا وهند تما ولكن كاين في الكحل انا ما بغيتوش في الكحل انا بغيتو في البيض. هاد الايامات كاين صالون تشوفال سولتوني واش غنمشي هاد العام ما عرفتش العام اللي فات مشيت مع هاد العام موحال ديك موحال ديال 90%. وتستمر وتصبر على هذا لفتره طويله بعض الباحثين ولهذا ندعو دائما المبتكر أنا صالح لكل زمان ومكان وأكثر وكنا من المعرفة اللي عندهم والخبرة لكن لابد أنك تعرف وتدرك يعني ما أقول فكرتك جيدة وفكرتك سيئة وهنا نحكم المنطق العقل
اسمها فايف وايز. هاد القضيه كنت هضرت عليها هي لي 5 بوركو، هادي اللي قال عاود رجعتها. علاش؟ حيت الصراحه بغيت نعاود نهضر عليها في هاد البلان في يوتيوب، حيت راك عارفين الفيديوهات كاملين تمسحوا باش نقول لكم سيروا سمعوا داكشي اللي ما كاينش. هاد القضيه كنت قريتها في واحد الفورماسيون شي عامين دابا ولا ما عرفت شحال، انكم كتحاولوا تلقاو المشكل الاصلي، كتنطلقوا هكا من مشكل كبير لاخر لاخر لاخر، فهمتوا؟ بحال خمسه ديال كتبقاو تسولوا علاش علاش خمسه المرات، ومن ثم كتلقاو الحل. ماشي حيت الناس شنو كيستعملوا وشنو هو الطريقه اللي كيمشيو ليها، هي كيمشيو يحاولوا يلقاو الحل نيشان بلا ما يعرفوا حتى شنو هو المشكل. مثلا شي وحدين كيقول لك شنو هو عافاك عطينا الحل باش نجيبوا النقاط مزيانين، حيت ما كنجيبوش النقاط مزيانين. علاش انت ما كتجيبيش نقاط مزيانين؟ حيت انا مثلا فاش كنكون كنقرا ما كنكونش مركزه. علاش ما كنكونش مركزه؟ حيت كيكونوا دايرين بيا بزاف المشتتات. علاش انا دايرين بيا بزاف المشتتات؟ حيت انا كنبغي اللي هي عقلي ونبغي ندير اي حاجه باش ما نقراش، حيت ما كنقدرش نركز. علاش ما كنقدرش نركز؟ المهم انا كنعطيكم مثال، راه يقدر يكون المشاكل ماشي المهم هكا كتبقاو تنطلقوا حتى كتلقاو المشكل الاصلي. وفي الداخل هناك تمثال لرئيس امريكا السابق اسمه توماس جيفرسون، يقولون كان عنده مشكله كبيره انه الطيور تاتي وتضع في ذاك المكان، عمليات التنظيف مستمرة. هاد القصة اللي كيقول والسياح، هاد القضية اللي كيقول هي اللي أنا كنت فهمت بها، هو اللي كان قالها لينا الفورماتور فاش كان كيشرح لينا هاد القضية ديال سانك بوكو. اسمع هاد البودكاست راه زوين، سميتو كيف تتعلم الابتكار وتعيش مبدعا. أنا صافي قربت نسالي، راه في شي ساعتين دابا، بقى لي في شي تقريبا شي نص ساعة. مهم بغيت نقول لكم الصراحة هذا البودكاست من البودكاستات اللي قراب اللي عجبوني. علاش؟ حيت كنحس بيه كيهضر عليا، وحتى هذاك الشيء اللي كيقول كنحس بيه مطابق الافكار ديالي، كنحس بلي انا اللي كندوي في بلاصه هذا السيد. فهمتوا كيفاش؟ مؤخرا وليت كنلقى بزاف ديال الناس كيميلوا انهم كوبي كولي، انهم ما كيخدموش مخهم، انهم كيتعلموا العكاز، انهم فاش ما كيبقاو يديروا هذا الشيء كيخليوا الابداع ديالهم ينقص. فالحشرات تطير وتجلس في هذا المكان. الإنارة ننظر ماذا يعني تكرار في أي مكان. أصنع منتجات جديدة، عندنا مشكلة في التمويل. أن تضع نفسك تمام مكان آخر حتى لا يتم تفتيش الباص في نقطة الشمعسي، لأنه يجي على من مطار الملك عبد العزيز في جدة إلى السكن في مكة، يعملون على إجراء ذلك أحيانا وتوجد حل لهذه المشكلة، فتدخل لك مشكلة. شميسة تنيت منا، واخا باقا ما سالاش 2023 ولكن ضغطني في راسي. صافي رجعتها في الحيط. انا جيت صنعت عليا امي ما بعد سبيتني حيت ما كنجاوبش التليفون. انا بقيت مجمعه معايا وعمتي ويصوني لي الغاخ. واو زقلت سروالي، عرفتوا السروال كيحمقني، كنت غادي نضربو نشرحوا هذا الشيء. انا والله تتزقل، عرفتوا السروال كيحمقني من دايزي. اول حاجه غنوري عليكم هي التخوص ديال امين. سوري نوت سوري سوري عاوت انا بربوشة صراحه زوين كاليتا ديال واعره. كيفاش ديال الدريات زوينه؟ شوف دابا هذا ديال الدريات شاهدي نشوف اللي كيبغي يدير الخير خوتو. خديت لي ميستار على شكل بيكا. كيفاش تا هو ديال الدريات؟ يلا الله يتا الدراري ديال هاد الوقت كيدصرو. شوف البيكر شوف الكاليتا ديالو شحال واعره. يلا شوف لاصق فيه هكا القلم، بان لي غنعطيه لشي وحده. لا لا ايوا ما عرفتش. شوف هذا ترس لي وسط مشيها، ترس لك وسط العلم كيتشتت. صافي هادشي اللي تسالني، شي حاجه اخرى كنت قلتها. هذا الباك ديال السيلوات زرقين بكاع الانواع. ها انت شوف هذا يقريك 3 سنين. شوفوا تنتيستيهم معاكم باش تشوفوا كي دايرين، الصراحه باينه فيهم ناضين. لي ليان كاملين ديال هادشي اللي خديت غتلقاوه في تحت في الديسكريبسيون، كتبدلوا فيها باش نجربها في التليفون. شوفوا واش غيبان الاختلاف. ها نتوما واحد جوج ثلاثة، شوفوا واش كاين الفرق. هاي كيفاش كتركب. هذا هو الغونج مالك ديال هاد السيلوات، غادي نكيكسر وخاصني شي حاجه نديرو فيها. درت فيه هذا
غير واحد اللعيبه ما خديتهاش، هي واحد الراس انا كيكون بالخشب كيكون طويل باش كيعاون باش ندير هاد الشمع ملي ندوبو، ولكن ماشي مشكل. المهم هادي كنهزو بها بزاف الحوايج اللي كيكونوا رقاق باغ اكزومبل، انا خديتها اصلا على قبل ستيكرز. المهم بزاف ديال المهام كديرهم. المهم هادو ستيكرز، المهم نتوما عارفين هادشي كامل كيصلح للجورنالين. شوفوا شحال هادشي فينتاج وكيوت. هذا باش عجبني داير بحال شي ديكشنري صغير، نتوما كتختاروا من اين حرف حتى لاين حرف، انا اختاريت من ا ل ب. صراحه زوين، تقدروا تستغلوا هكا باش اونيم طون تستافدوا وتقادوا به داكشي ديال الجورنالين. المهم هذا معروفين شنو هو الدور ديالهم بلا ما نحلهم، دجا عندي من هادو بزاف. نديرو فاصل من داكشي ديال الجورنالين ونوريكم هادي عاتو فن كيوت، خديتها في البيض واقعي بقيت عام باش نشعلها، اكتشف انه داير لها هاد اللعيبه، وهاد اللعيبه هي اللي مكانتش كتخلي الضو يشعل، دونك حليتها وحيدتها. دابا عاد غنرجعها هكا. كيوت فخباركم صغيره ومطوره، عرفتوا ما يمكنش شحال كضويها نتوما تلاحظوا، شفتوا يعني تقدروا ديروها غير هكاك. هادي راه فيها واحد اللعيبه هكا كتخشى، يعني تقدروا تخشيوها في الكتوبه يعني بحال هكا. الا بغيتوا مثلا تكونوا كتقراو شي كتاب القران مثلا الصباح في الفجر كيكون بنادم ما كيبغيش يشعل الضو، صراحه هادي فن عجبتني. كانت عندي وحده كبر منها ولكن في الابيض، كنت خديتها من شئين وكنبقى في الحال حيت تخسرات، تقدروا تقلبوها حتى هكا في الريح كنسمع كلشي كيتحرك برا. غير طفى ليا التليفون. المهم هذاك اللعيبه اللي درتها تما راه نورمالمون كتلصق في هادي، كيفاش كتستعمل باقي ما ضربتش معاه، ما عندي الصراحه وقت دابا حتى من بعد. غنجرب السيلوات بلو هذا ما ديوش عليه كان ديجا هنا. المهم هكا شفتوا الخط كيداير خفيف تقريبا كاملين بحال بحال غيكونوا. هادي كولا بقيت مركه مركه حتى هي نورمالمون بعيده باش تخرج، حيت اول مره بقيت مركه مركه صافي وصلت لاكول لتحت لهنا صافي. وكديروها حتى راه ما يمكنش حيت كتلصق، شوفوا يدي يدي قاصتهم شوفوا فيها واحد الريحه يا سلام. هادو تقريبا دايرين بحال الانفورميشن. المهم راه طوالين هكا، هادو حمقوني شوفوا كي دايرين حتى ما يمكنش. المهم هذه هي الموهبه، ماشي الموهبه الهوايه، الهوايه الجديده ديالي باش نولي زعما ما نبقاش ستريس. واه على ريحه فيهم ما نعاودش ليكم فن. بغيتو شي فيديو خاص غير بسكراب بوكين والجورنالين، صراحه كنفكر نديرو ليكم ولكن زعما قلت غير ريل ما يسالش يكون فيديو كامل يوتيوب، ولا نديرو ليكم كامل يوتيوب. المهم هادو اللي بقاو تاهما نفس الحاجه. دابا انا ما بغيتش نحل لكم هادشي كامل حيت فريمون غيتوضر ليا، خصني نشري لهم شي حاجه خاصه غير بالجورنالين. جمعت كاع الزبل هنا عرفتو دغيا كتوصلني شي حاجه كيبدا يترون البيض دغيا. المهم صافي جمعتهم باش نتهنى منهم وقلت ندير لكم المونتاج. راهو 10 فالقيم بيزويت. هلا براسكم.